اهلا بحضراتكم من جديد. الفقره الحواريه من حلقه كلام في ميديا النهارده بينورنا ويشرفنا كالعاده الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير. يا استاذ قوسي منورنا. اهلا بك يا استاذ الامير، تحياتي ليك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. الوضع دلوقتي بخصوص موضوع بيان النادي الاهلي، واحنا عارفين او شفنا خلاص البيان، وبالمناسبه يا جماعه خليني اقول لحضراتكم ان بشكل رسمي خلاص النادي الاهلي ارسل الخطاب الخاص بان الفريق مش هيلعب اي مباراه في الدوري الممتاز قبل ما يخوض مباراه الزمالك الاول. الخطاب وصل لاتحاد الكره بشكل رسمي، خلاص النادي الاهلي بلغهم بشكل رسمي. تعليق حضرتك على البيان يا استاذ يوسف. يعني خليني قبل ما ادخل في البيان اؤكد على يعني احترافيه النادي الاهلي. النادي الاهلي بيتحرك كمنظومه، النادي الاهلي دايما مؤسسه محترمه تحترم كل اجهزه الدوله، وده واضح في بيانها وفي كلامها وفي تعاملاتها وفي تاريخها الماضي وفي الحاضر والمؤكد في المستقبل. الاهلي ليه اسس شغال عليها، ليه مجلس اداره كامل بيديره اداره كامله، بدليل ان لما القرار صدر لم نسمع صوتا للنادي الاهلي. الاهلي انتظر ما يقرب من 30 ساعة. الناس تسألت والأهلي ما ردش. الأهلي 30 ساعة لم يتحدث من الساعة 12 منتصف ليل الثلاثاء إلى الساعة 3 عصر اليوم. ما يقرب من 30 ساعة تقريبا انتظر الأهلي، لأن الأهلي مش مجرد ما يسمع حاجة تخصه يطلع يرد. الأهلي ليس رد فعل، الأهلي أبدا لم يكن رد فعل على الإطلاق. الأهلي دائما هو له فعله وله تحركاته وبيتحرك من منطلق، اولا منطلق المصلحه العليا للبلاد، والاهلي ده ملتزم بيها، لان الاهلي ده يعني هو النادي الاهلي، نادي مصري يعني طبعا. النادي الاهلي النادي الوطني دايما بيدرس قراراته فما يعملش اي حاجه بشكل عشوائي. صح. الحاجه الثانيه ان القرارات اللي بتطلع تكون مرتبطه بمصالحه ومرتبطه بجماهيره. الاهلي وراه جماهير طبعا. وراه ملايين طبعا. ولما اقول كلمه ملايين ده مش معناه ان عدد قليل، يعني ملايين يعني مش اقل من 70 مليون على الاقل، يعني دي النسبه الحقيقيه للاهلي في الشارع المصري. يعني فلازم الاهلي اللي يكون ليه موقف علشان يعني توصل الرؤيه لجمهوره، ده يعبر عن جمهوره. مجلس اداره النادي الاهلي اذا كان بيعبر عن جمعيته عموميته اعضائه اللي هم بمئات الالوف، فهو نفس الوقت بيعبر عن ملايين الجماهير في الشارع المصري اللي اصابها نوع من الصدمه، نوع من القهر، نوع من يعني الاستياء الشديد جدا بعد القرار اللي صدر عن اتحاد الكرة الذي صدر في منتصف الليل. لأول مرة نرى قرارا ليه؟ يصدر ليه في يعني منتصف الليل؟ ما بقول لك يعني اكيد يعني في امور مش مظبوطة. يعني اول مرة نشوف قرار يصدر في منتصف دليل. الليل يعني وتشعر ان امرا دبر بليل. ملهاش حل غير كده، يعني المفروض ان اتحاد كرة بمعنى بتطلع يعني الامور بتدجر في الظلام من خلف الكواليس في أيوة حاجات. ايوه قصدك ايه؟ انا فاهم، بس يعني قصدك ايه بالجمله دي بالتحديد؟ يعني ايه ممكن يكون حصل؟ يعني ما فيش داعي للتفاصيل، خلينا في الخطوط العريضه. خلاص اتفهمت. احتراما لحاجات كتير جدا في ليس كل ما يعرف يقال اكيد في هذه المرحله يعني. فالامر طبعا ما كانش لا كانش مناسب، يعني في حد في الدنيا؟ طب هو في حد في اتحاد الكره الساعه 12 بالليل؟ ده انتوا بتقفلوا من الساعه 6 وتضلموها وتروحوا كلكم يعني، او في موظفين؟ هل اتحاد الكره اجتمع وخد قرار وطلع بيان؟ اذا كان رئيس اتحاد الكره ما كانش موجود في مصر اصلا يعني أصلاً. نفترض ان حصل تنسيق، التنسيق ده بيتم بالليل، طب اعمل بيان وطلعه الصبح الساعه. شوف النادي الاهلي الاداره المؤسسه المحترمه، المؤكد ان النادي الاهلي اداره النادي لم تنم من هذه الساعه حتى صدور هذا البيان. البيان ده ما طلعش الساعه 3، المؤكد البيان ده خلصان من بدري ومجهز ومعمول ومتراجع ومتشاف، وطلع في الوقت المناسب اللي الناس كلها تشوفه في 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 النهار علشان تبقى قدام عيون الناس كلها. طلع الاهلي بيانه المهم والمحترم، وبيان قوي جدا، بيان بيرد فيه النادي الاهلي بمنتهى القوه على ما حدث من اتحاد الكره وعلى ما دبر بليل وما صدر في منتصف الليل. بيان الاهلي لو بصينا عليه هنلاقيه واخد عده مراحل. المرحله الاولى ان هو يعني شوف الاهلي بيتحدث بمنتهى الدقه وبيتحدث بمنتهى الوضوح. صح. وبيتكلم عن الدور الامن المصري ودور الامن ودور الدوله. الاهلي بيسمن دور الدوله أكيد. وبياكد على دور الامن وعلى دوره في تامين المباريات، ثم بيذكر الامن بانه كان قادرا على تنظيم مباريات كاس الامم الافريقيه، وهي البطوله الاعظم، بطوله قاريه كان فيها 24 دوله اول مره في التاريخ. امن مصر الذي نظم هذا الا يكون قادرا على تنظيم مباراه في الدوري المصري؟ طبعا كلام
غير صحيحه. الامن المصري قادر على تنظيم اي مباراه في اي وقت وفي اي مكان. فاشاد بدور الامن في تنظيم هذه المباريات. في ناس بتحاول تهز صوره الامن المصري ليه؟ مش لا عارف طبعا ما فيش امن مصري قوي وقادر على تنظيم قادر على اي كل مباراه شيء. في الحقيقه قادر على كل شيء وقادر ينظم اي شيء يعني. ومن يقول ان الامن المصري غير قادر فده غير حقيقه وده عايز يشكك. مصر اخذت خطوات امنيه استقراريه كبيره طبعا. وامورنا بلدنا الحمد لله مستقره بشكل كبير جدا يعني. بلدنا قويه وعندنا رئيس قوي وعندنا امن قوي وعندنا كل حاجه مميزه في الحقيقه. فالامور ماشيه بشكل رائع وشكل منظم وشكل بتاع. الكلام يتردد ان الامن. طب اين خطاب الامن؟ لا سيما ان يا استاذ امير لو انت تابعت ان قبل القرار ده ما يطلع ب 48 ساعه تم تسريب قرار ان في خطاب امن بيطالب باتحاد الكوره ولم يظهر الخطاب. واخد بالك؟ دعنا من كل هذا وخلينا في بين الاهلي اللي هو فعل جديد يطالب اتحاد الكره برد الفعل. اصبح الان اتحاد الكره في مازق، اصبح في ورطه، اصبح في ازمه. فالاهلي بعد ما سمى دور الامن وبعدما تحدث عن الانجازات اللي عملها الامن في تامين كاس الامم الافريقيه وتامين المباريات المحليه والقاريه والافريقيه، المباريات القاريه ماتش الزمالك في الكونفدراليه السنه اللي عدت مقام بمئات الالوف اللي كانت حاجه عظيمه جدا. الاستاد كان شبه ممتلئ يعني. بعد كده تحدث على ان المباريات غير مقنعه. ليه مباريات ما كانت غير مقنعه في التاجيل؟ لان الاهلي قالوا استاد القاهره وجمهور. طب ما فيش جمهور. طب يا جماعه لو استاد القاهره مشكله نروح استاد برج العرب ومن غير جمهور. مباراه في ملعب خاوي فاضي لا شيء فيه الا اللعيبه والحكم والاجهزه الفنيه. بالظبط. اعتقد يعني ده تامين بمنتهى. اصلا استاد برج العرب يعني بسهوله جدا تقدر تامنه يعني ومعمول الحاجات دي يعني فما فيهوش اي مشكله جدا يعني. وبناء عليه النادي الاهلي بدا ياخد موقفه وبدا ياخد يكلم اتحاد الكوره ان ده تصرف عشوائي وتصرف غير سليم وتصرف غير لائق وتصرف يعني هيهد المسابقه وتصرف ينسف كل الكلام اللي قاله رئيس الاتحاد السيد عمرو الجنايني. مع احترامنا وتقديرنا للسيد عمرو الجنايني خرج وقال وده كان اول ظهور ليه بعد قرار بتاعي وكان في مداخله مع الاستاذ الاعلامي عمرو اديب. ده شو دخل ده كان لقاء كمان وغير اللقاء ده اول انا فاكر اول ما طلع القرار بالليل يعني فالراجل طلع وقال لك نحن سننظم بطوله يعني عظيمه بطوله تشبه البرايمر ليج بطوله منتظمه ما فيش تاجيل ما فيش بتاع. حتى انا اذكر ان الاستاذ عمرو اديب كان يقول له يا استاذ جنين قول كلام تقدر عليه. قال يا استاذ عمرو انا اقدر على هذا الكلام. وقعد يكرر في الكلام ويقول له الرساله يعني انا بذكر علشان اكد على كلام رئيس الاتحاد الكره غير ما اكد عليه بعد ذلك وغير ما اكد عليه رئيس لجنه المسابقات عندما اجريت قرعه الدوري واكد على ان الدوري سيسير كالساعه ومثل كل الدوريات اللي في العالم كل هؤلاء يعني لحسوا كلامهم ولم يستطيعوا الدفاع قالوه ولا عما وضعوه على الاطلاق من جدول في المسابقه. عشان كده النادي الاهلي يعني واجههم بوضوح يا عم انت اجلت ماشي قرارات امن انا بحترم الامن والامن فراش ودور الامن مسمن وبالتالي فانا انت اجلت ماشي انا مش هلعب اي ماتشات تاني لغايه ما العب الماتش ده حقي صح يعني وكل الانديه بتطالب بكده دلوقتي ده انت عملت لخبطه غير طبيعيه رحت ماجل ماتش الاهلي وجايب ماتش الزمالك والمقاولين طب ما الزمالك هيلعب هو المقاولين اهو يوم السبت ورحت ماجل ماتش اسوان ومقدم ماتش مش عارف ايه وعامل فركيكه وايه الدوشه والمهزله اللي انت عملتها في جدول المسابقات ده تكرار كل ده علشان انت ما مشيتش صح عشان انت محترم مرات ما تمشيش كلامك وعشان انت بتحاول تهدم مبدا تكافؤ الفرص. انت لو اتحاد كوره يعني صادق في كلامك نفذ ما اتفقت عليه مع الانديه نفذ ما اعلنت ونفذ ما التزمت به نفذ جدول المسابقه. طيب بقول لك يا استاذ اوسي ما خلينا نوضع اتحاد الكوره او في مكان اتحاد الكوره مثلا هيقول لك دلوقتي طب ده قرار امني انا اعمل ايه؟ انت شايف اتحاد الكوره كان ممكن يعمل ايه؟ لا اتحاد الكوره كان يقدر يدافع عن موقفه وكان يقدر يتكلم كان يقدر يقنع الجهات الامنيه اذا كان فعلا في كلام بهذا الشكل الجهات الامنيه ان الدوري لازم يتلعب يعني كان ممكن ان هو يحاول يتواصل مع الجهات يا جماعه بعد اذنكم حاولوا لا ما عندناش مشكله نلعب هنا او هنا او هنا بس هو ما عملش كده. اهلا ما عملش كده انا مؤكد انه ما عملش والمؤكد ان هناك اشياء اخرى يعني غير هذه الحجه يعني الكل يعلمها لما في ناس بتطلع ومسؤولين في نادي الزمالك يطلعوا ياكدوا ان الماتش مش هيتلعب وفعلا الماتش مش هيتلعب. طب ما ده كلام يجعلنا نشك حتى لو كان غير حقيقي يعني طبعا اكيد يعني لو كان الكلام ده غير حقيقي يعني بتبقى امور الحقيقه مش مظبوطه يعني نتمنى ان الامور تنضبط. الاهلي قال اللي عنده باجتماع اجماع اعضاء مجلس ادارته زي ما قلت لك الاهلي مؤسسه يعني ما فيش فرد مثلا بياخد يطلع رد فعل سريع او يتكلم بسرعه او يعلق بسرعه على الخبر. الاهلي هدي ركز اخذ القرار بعد دراسه الموقف كاملا وطلع قراره اللي بيركز على زي ما قلت لك تاني بنؤكد على انه بيؤكد احترامه وتقديره للامن بيؤكد على ان الاهلي موقفه صحيح والاهلي لما يقول ان هو مش هيلعب
لان سبق قبل كده الاهلي كان ليه وجهه نظر واضحه جدا لو تفتكر الموسم الماضي وكانت البطوله في اواخرها والاهلي طالب بلعب كل المباريات قبل كاس الامم الافريقيه. حصل. وقتها يعني ركبهم العند واصروا فقط علشان يقفوا ضد وجهه نظر الاهلي استهلكوا الوقت واستهلكوا الوقت بشكل غير رائع، وكان هناك وقت كافي لانهاء المسابقه بشكل طبعا رائع وتنتهي الامور. والاهلي طبعا احتراما للمسابقه واحتراما للبلد واحتراما للحدث الكبير ما عملش مشكله ورضخ لهذا القرار واستمع لهذا القرار واستمع لهذا القرار ولعب برضه بعد سبب. ولكنهم جاؤوا واكدوا صحه وجهه نظر النادي الاهلي واكدوا على ان موقف الاهلي كان سليم وقالوا يا ريتنا كنا لعبنا الدوري قبل كاس الامم الافريقيه. شفنا عقاب كل هذه القرارات وهذا الموسم الاستثنائي في بطوله الامم الافريقيه. بالظبط يعني شفنا موسم غريب جدا. طبعا فانا اتمنى ان الامور يعني تسير في الطريق الصحيح. ما يتردد ان اتحاد الكره اعلن ان هو هيعمل اجتماع طارئ يوم السبت. طب لو مش طارق كان هيبقى يوم ايه؟ واخد بالك؟ متأخر قوي دايما ليه؟ يعني يوم طارق يوم السبت يعني ده انت المفروض النهارده يعني الاهلي بيان بحجم بيان النادي الاهلي المفروض تفضل مجتمع لغايه ما لغايه ما تحل الازمه. مفيش يا استاذ طبعا يعني فلسه هيعملوا اجتماع طارق ولسه هياخدوا موقف ولسه يدرسوا. طبعا هم الان مرتبكين مش عارفين يعملوا ايه. في تواصل اكيد مع مسؤول النادي الاهلي لكن الاهلي اعلن قراره ولا اظن ان الاهلي قرار النادي الاهلي ده يا استاذ اوسي انتصار للكره المصريه بالمناسبه يعني مش النادي الاهلي. على فكره كل الانديه بتدعم هذا طبعا ده انتصار يمكن طلع اكتر من نادي يعني ناس نادي سموحه طلع اعلن دعمه للنادي الاهلي نادي الجونه نادي الاسماعيلي اكد ان هو ملتزم بالجدول اللي عليه لجنه المسابقات يعني لا يعني ما فيش حد انت حطيت لي جدول وانا مظبط نفسي عشان وانا شغال ده انت بتهدم تكافؤ الفرص بتهدم صناعه كره القدم نفسها بتدمر كل حاجه انت بتلوث الجو انت بتدير الامور بعشوائيه. احنا يعني تفاءلنا بهذا الاتحاد خيرا تفاءلنا انه يكون اتحادا مختلفا قلنا وجوه جديده وشابه وملهاش علاقات متشابكه وجايه بدون فواتير انتخابيه وهيشتغلوا صح لكن للاسف الشديد الواقع بيثبت غير ذلك. نتمنى ان يراجعوا انفسهم ويكونوا على قدر المسؤوليه ويدافعوا على عن الدوري المصري ويحافظوا على الدوري المصري لان هم كده هم اللي بيفسدوا المسابقه. الحل ايه؟ لا الحل ان الجدول يفعل ان كل واحد ياخد حقه ان عندك ماتشات تلعب ما فيش حاجه اسمها تاجيل ولما يكون تاجيل ده لما يكون سبب قهر يا سيدي يعني ما تكون حاجه كارثيه وكلنا عندنا قناعات بهذا الامر. لكن انت ماشيلي من اول ما ظهرت نتيجه مباراه الزمالك وجنراسيون فوت السنغالي ومن لحظتها هناك مطالبات بالتاجيل محاولات ومحاولات مكثفه والنادي الاهلي رفض هذه المحاولات ومعلنه وان لو انطبقت السماء على الارض الماتش هيتاجل ماشي واعلنا ذلك اتحاد الكوره قال ماشي وعمل اتصالات مع النادي الاهلي والاهلي رفض بشده هذا الامر. مفيش حاجه اتصالات مع النادي الاهلي طبعا مفيش 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 اي رغبه واي دواعي للتاجيل على الاطلاق من اي نوع. بعد كده لجنه الحكام احنا مش لاقيين حكام صف اول خلينا في حكام اللي قدامنا درجه ثانيه مش ممكن تاجلوا لنا الماتش يومين علشان نجيب لكم حكام حلوين والنبي ده كلام هو في كده في الدنيا يا جماعه؟ هو انتوا صحيتوا من النوم لقيتوا ماتش الاهلي والزمالك بكره ده من قبل المسابقه بتبدا بشهر والجوده المعمول ومعروف ان الاهلي والزمالك هيلعبوا يوم 19 اكتوبر ومعروف الاسبوع الرابع من المسابقه. طبعا كلها كانت محاولات غريبه ثم تسريب خبر عن خطاب امن وسط اتحاد الكوره ثم بعدها ب 48 ساعه اعلان رسمي للتاجيل في منتصف الليل. مسرحيه من وجهه نظر طبعا حضرتك المسؤولين في اتحاد الكوره هل هم متفرغين اصلا يا استاذ اوسي لاداره الاتحاد واداره شؤون الكوره المصريه؟ لا طبعا ما فيش هم مش متفرغين للاتحاد مش متفرغين ها بالرغم ان هم يحصلوا على مقابله على فكره من الفيفا عارف زي ما كلنا عرفنا يعني المفروض يعني المفروض يتفرغون لهذا الامر لكن رئيس الاتحاد عنده عمله كل اعضاء اللجنه كل منهم له شان وله حتى رئيس لجنه الحكام عنده ارتباطات اخرى مع المفروض يكون متفرغ تماما يعني المفروض هو باجر يعني ف لا انا شايف ان خبراتهم قليله جدا للاسف الشديد وقدرتهم على إدارة ملفات مهمة صعبة جدا يعني أكتر من اختبار هم ما بيدروش بشكل ده أبرز يعني اختبار في الحقيقة كان لازم ينجحوا فيه ده كان أول حاجة يعني بتاعنا وإحنا لما هم يعني قالوا ما فيش تأجيل قلنا خلاص ده نجحوا وده كويسين وزي الفل وهيكملوا لكن ما قدروش يصمدوا يومين وأجلوا الماتش برضه يعني للأسف الشديد مع أول اختبار سلموا للأسف ما كانش فيه محاولات جدية في الحقيقة من اتحاد الكرة كان لازم في محاولات مع الأمن بدليل يا أستاذ أوسي إن دايما إن دايما أنا عارف نفسي برضو يظهروا خطاب الأمن للناس عشان برضو طبعا ده هيبقى مهم دايما يا أستاذ أوسي ساعات كان يجي الأمن يقول لك إيه يا جماعة لا خلاص أجلوا الماتش ده
فبيحصل محاولات وتواصل مع الامن واقناعه ومش عارف ايه، وبعد كده الامن بيوافق. المره دي فجاه كده يا جماعه المباراه مش هتتلعب. طب فين المحاولات؟ ما علمتش ليه عن المحاولات دي لو اصلا كان فيه؟ فده شيء يسال عنه او يسال فيه الاتحاد المصري لكره القدم. انت اتفاجئت بالقرار؟ قرار اتحاد الكره تأجيل؟ طبعا انا فوجئت. القرار كان صدمه بالنسبه لنا كلنا يعني. بص، اي حد بغض النظر عن اين يصب القرار وهيفيد مين ولا ما يفيدش مين وهيضر مين ومين اللي عايز الماتش يتلعب ومين مش عايز الماتش يتلعب، القرار كان صدمه للناس كلها يعني، وتاكيد رسمي على ان اتحاد الكره هذا ضعيف وغير قادر على اتخاذ القرار وغير قادر على الدفاع عن المسابقه اللي هو بيديرها. فطبعا كان صدمه عنيفه جدا بالنسبه لكل الناس يعني، اي حد متابع كوره، اي حد عايز دوري محترم ودوري منتظم، فهذا القرار صادم بالنسبه له يعني. يعني القرار ده يعني بدايه محبط يعني محبط مش عارف، هو قرار محبط، قرار محبط، لا سيما ان سبقته ناس بتؤكد ان المباراه هتتاجل. هو ده اللي بيضايق اكتر يعني، يعني ده بيضايق اكتر وبيضايق الناس اكتر يعني. فخلى الناس كلها يعني، انا ما قداميش غير التفسير ده الحقيقه يعني. التفسير اللي وصل للناس كلها انك انت يعني بتعمل لمصلحه نادي معين، وانك انت يعني رئيس اتحاد مش فير، وان المسابقه مش مظبوطه، وان المسابقه بتضرب عشوائيه، وان مفيش تكافؤ فرص، وان مفيش عداله، حاجات كتيره جدا ممكن، عناوين كتيره جدا ممكن تحطها تحت القرار. فطبعا الازمه دي تخلص امتى؟ لا تخلص لما يرجعوا لصوابهم وماتش الاهلي والزمالك يتلعب كاول مباراه للاهلي، اعتقد ان ده هيفك الازمه. اول الاهلي واول مباراه للزمالك، اول مباراه للاهلي يعني، كده الاهلي مش هيلعب اي مباراه الا ماتش الزمالك. يعني الاهلي مستعد لايه دلوقتي يا استاذ يوسف؟ تدريباته واستعداده لمباراه الزمالك؟ لا لمباراه الزمالك بس يتحدد مواعيد علشان يقدر الراجل يحط جدول تدريبي، ما يعرفش عشان يشتغل عليه. امتى هيزود حمله، امتى هيقلل، امتى هيعلي، امتى هينقص، امتى بتبقى يعني جدول زمني محطوط، اللعيبه يتدربوا عليه، بيعلي الحمل، بيخفض الحمل، حاجات كده. محتاجين نعرف الوقت امتى يعني، ومحتاجين نعرف الاجتماع الطارئ ده هيصفر عن ايه اللي هيعقد. هم اعلنوا رسمي الاجتماع الطارئ؟ والله انباء ترددت، ما هم ما كلها انباء بتتردد يعني. ما فيش يعني، هم ممكن في نص الليل يطلعوا لك قرار برضه ما تعرفش يعني. حاجه غريبه في الحقيقه. نتمنى ان هم يقدروا يحلوا الازمه دي، وان هم يتحملوا المسؤوليه اللي هم فيها، لان مسؤوليه كبيره جدا. واحنا كنا في الحقيقه كنا متخيلين ان هم قد هذه المسؤوليه، لكن مع اول اختبار للاسف فشلوا فيه وردخوا مباشره. وطبيعي ان انت ترضخ لطلبات الامن، لكن احنا ما بنقولش ان انت لا تعاندهم، لا حاول، بس حاول تتواصل معهم، حاول تجد حلول، ده دورك، لكن مش ان انت خلاص اوكي يا جماعه مفيش ماتش، مفيش ماتش. عايزين برضو ناكد على ان الاهلي وهو بيطالب بعدم لعب اي مباريات قبل مباراته مع الزمالك المؤجله، فطبقا لبيانه فانه بيسام من دور الامن وبيؤكد على احترام الامن، وان هذا القرار لا علاقه له من قريب او بعيد بالامن. انت قلت لدواعي امنيه، انا اجلت، طب ماشي يا عم، طب انا انت اجلت، انا مستني لما تحدد لي ميعاد الماتش المؤجل ده والعب. بس موضوع اعتقد ده حق مشروع جدا يعني، في كل الاحترام والتقدير للكل، واول حاجه فيهم الامن، واول حاجه فيهم الدوله، والاهلي بيحاول يحافظ على مبدا تكافؤ الفرص. بس يعني واعتقد ان ده حق مشروع يعني، ما فيش اللي هو يعني الامن، شوفوا الوقت اللي ينفع نلعب فيه الماتش ونبتدي على طول بالمباراه دي، لكن ما نلعبش مباراه قبل مباراه الزمالك، ومش عشان هي مباراه الزمالك، اي مباراه، اي مباراه. لو الاهلي ما كانش هيلعب الزمالك هيلعب حد تاني في الاسبوع الرابع، كان تمسك بخوض المباراه الاول قبل ما ياخد اي مباراه اخرى. ده شيء مهم. طيب احنا خلاص يعني اتكلمنا كتير في موضوع بيان النادي الاهلي وموضوع تاجيل مباراه القمه، وبالتالي النادي الاهلي عنده تدريبات مستمره خلال الفتره دي يا استاذ اوسي، ووضع لا يحسد عليه جهاز فني النادي الاهلي. في وجهه نظرك كيف سيتعامل مع هذا الوضع؟ طبعا يعني انت اللي بتعمله ده يعني بتعمل ارتباك، بتعمل اهتزاز، بتعمل تدمير، بتعمل يعني تخريب لحد بيشتغل. تقريبا لحد بيشتغل. النادي الاهلي نادي فرقه ماشيه بشكل كويس جدا، بتادي بشكل كويس جدا، فرقه مميزه، فرقه مستوى الفني والبدني عالي ومميز. فلما حضرتك يعني بتعمل كل ده انت بتهده يعني. يعني ده لمصلحه مين؟ انت كده مش عايز الكره تتطور وعايز الكره تتقدم يعني. يعني شفنا فرقه النادي الاهلي لما لعبت ماتشات ورا بعضيها المستوى بيعلى من ماتش لماتش لماتش لماتش، فلما توقف ده حاجه كارثيه، لا سيما وان المفروض الدوري كمان لسه هيقف علشان كاس الامم الافريقيه للشباب اللي هتتلعب عندنا في شهر نوفمبر المقبل. اعتقد تقريبا هناخد مش اقل من 30 يوم متوقفين عن اللعب. طبعا يعني. انت عندك من يوم 8 ويوم 22 بالظبط يعني، كمان في تجمع وفي بتاع، فهتوقفني من دلوقتي يعني عشان ما العبش كوره يعني، ده كلام يعني. فطبعا الاهلي يعني امره محبط طبعا للجهاز الفني وللمدير الفني، اعتقد ان هم هيعيدوا ترتيباتهم من جديد، لكن الاهلي في كل الاحوال بيتدرب وبيستعد للمباريات طبقا حتى لما اعلنه كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده ان الاهلي جاهز في اي وقت يعني، خصوصا انك انت ممكن تفاجئ باي حاجه يعني. يعني اي حاجه ممكن تتخيلها ممكن تفاجئ بيها يعني، بما ان الامور بتضرب عشوائيه من هذه اللجنه الخماسيه
غير المنظمه والتي لا تحافظ على العداله والتي لا تحافظ على تكافؤ الفرص والتي لا تحافظ على انتظام المسابقه، فتوقع اي شيء ممكن يحصل يعني، لان الله اعلم الامور بتدار ازاي يعني. طيب انا معايا خبر دلوقتي اهو من موقع في الجول، سموحه بتقول بيان الاهلي منطقي لكن سنعاقب ان اصدرنا مثله. ده المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. سنعاقب ان ايه؟ ان اصدرنا مثل هذا البيان يعني. نادي سموحه يعني. هم نادي سموحه يعني. بيقول بيان منطقي جدا من نادي الاهلي، بيقول انا ما اقدرش اصدر بيان، ما اعرفش قصده ايه يعني، لكن قال احترم النادي الاهلي محمود الخطيب رئيس النادي ومن حقه انه يرى ما في صالح الفريق، قرار النادي الاهلي به منطقيه وهذا حقه، لكنني لن استطيع افعل مثل ما يفعل الاهلي. يعني كلام برضو مهم وفي تضامن واضح من عدد من الانديه المشاركه في بطوله الدوري يا استاذ اوسي بخصوص بيان النادي الاهلي، لان بيان غايه في الاهميه. وفي كمان خبر تاني برضو من على احد المواقع، بيقول لك اتحاد الكره المصري الاهلي اعتاد تصدير الاجابات، وقال مصدر داخل اتحاد الكره. طبعا يعني حكايه ان قال مصدر داخل اتحاد الكره، لو حياتك قوي ايها المصدر اللي داخل اتحاد الكره اطلع قول اسمك. يعني لو انت مصدر قوي وانت عضو مجلس اداره تستحق ان تكون موجودا في هذا المكان، حضرتك اطلع قول انا فلان الفلاني بقول ان الاهلي بيصدر ازمه للكره المصريه. لكن اما انك انت بتستخبى تحت كلمه مصدر داخل اتحاد الكره فهذا الكلام غير معترف به. الاهلي لم يصدر ازمه ولن يصدر ازمه، الاهلي فريق ماشي وبيلعب في حاله وماشي بيلعب مبارياته، حضرتك اللي حطيت عقبات قدامه يعني فتم ايقاف الطريق، فانت اللي صدرت الازمه وانت اللي بتصنع الازمه وانت اللي بتخلق المشكله. الان انت اصبحت في موقف لا تحسد عليه ايها المصدر المستخبي داخل اتحاد الكره، يعني عليك الان ان تتحرك فعلا، اظهر وبان عليك الامان. اظهر وبان عليك الامان وقول لنا الحل فين دلوقتي. انتم من فعلتم الازمه واوقعتم الكل في ازمه، فعليكم الحل وننتظر منكم الحل. هل في مناشده ممكن نناشد الامن بيها يا استاذ اوسي من وجهه نظر؟ يعني ممكن توجه رساله للامن؟ لا انا ما اعرفش ان احنا واثقين فيه وثقه عمياء يعني. الامن مصر بص يعني انا كمصري عشان الصوره تبقى واضحه بشكل لا بس. يعني انا كمصري وانت كمصري احنا كلنا مصريين شايفين ان الامن المصري بيؤدي دوره كما ينبغي طبعا. يكفي حاله الهدوء والامن والاستقرار احنا موجودين فيها طبعا. يكفي ان احنا بنسير في شارعنا دلوقتي في امن واستقرار وامان وسلام وفي اي وقت يعني الحمد لله دي نعمه من ربنا. نعمه الامن والامان دي من اعظم النعم اللي انعم بها عليها ربنا في مصر. صحيح. ومصر طول عمرها امنه مستقره بفضل الله، تقولوا مصر ان شاء الله امنين، ودي ايه في كتاب الله العظيم، فمصر دائما امنه ودائما امنها على قد المستوى وعلى قد المستوى وقادر على كل شيء. يعني احنا نتمنى ان اتحاد الكره ما يستغلش هذه الشماعه علشان يفسد المسابقه ويستمر ويقعد يطلع القرارات عشوائيه كل شويه يقول لك الامن 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 الامن، لا طبعا الامن اعظم واكبر منك انت، يعني تستثمر هذه الشماعه علشان انت فاشل مش عارف تدير المسابقه ومش عارف تظبطها مش عارف تنفذ الجدول او بتحاول تخدم على مصالح اطراف اخرى بس. طيب نقفل الملف ده، عندنا بعض من الامور الاخرى بتتعلق يا استاذ اوسي بمنتخبنا الوطني الاول ومنتخب الاولمبي، واحنا دايما في حلقه الخميس بنناقش كل ما حدث على مدار الاسبوع. فالاسبوع اللي فات ده كان في ماتشين للمنتخب الاولمبي مع جنوب افريقيا وماتش المنتخب الاول مع بوتسوانا في تجارب وديه استعدادا لمختلف التحديات. نبتدي بالمنتخب الاول وتقييمك لاول مباراه واول تجربه للكابتن حسام بدري كمدير فني الفراعنه. منتخب الاول مباراه مع بوتسوانا والكابتن حسام يعني احسن الاختيار، لان كان في اتجاه ان احنا ممكن نلعب مع البرازيل او مع منتخب كبير وكان مرشحه اسماء كولومبيا واوروغواي وكده وصلت عروض بهذا الشكل، لكن الكابتن حسام اختار الاختيار الافضل والانسب للمنتخب وله كبدايه كمدير فني، لان لو كنا جبنا فرقه زي البرازيل ولعبنا معاها بالمستوى اللي احنا ظهرنا بيه ده وطلعنا بفضيحه كرويه كان هيبقى فيها مشكله كبيره جدا طبعا، كانت هتاثر على الجهاز الفني واتهامات مبكره بعدم القدره وعدم تحمل مسؤوليه ومطالبات 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 وحاجات كثيره من هذا القبيل كلنا نعلمها. فالكابتن حسام اختار فرقه اولا هي مناسبه للفريقين اللي احنا هنلعب معاهم جزر القمر وكينيا وفريق افريقي يعني نفس الاستايل ونفس الشكل وقريبه من نفس المستوى. توقعنا ان احنا نشوف شكل افضل شكل اقوى شكل منظم، لكن المنتخب ظهر بشكل عشوائي خالص لم يقدم مستوى مميز بالرغم ان في عناصر طيبه وعناصر مميزه طبعا.
كان في استحواذ لفترات طويله جدا في الشوط الاول، لكن ما شفناش هجمات، ما شفناش هجوم منظم، ما شفناش هجوم فعال. ممكن نلتمس ليه العذر برضو ان هو يعني في عنصرين او عناصر بتغيب عنه في المنتخب الاولمبي، ودي عناصر مميزه جدا وهي كلها دور كبير جدا مع المنتخب ان شاء الله في المرحله المقبله، خصوصا لاعب زي رمضان صبحي، لاعب زي مصطفى محمد مهاجم المنتخب محتاجه، واكثر من لاعب موجودين هناك كابتن حسام حاطط عينه عليهم. المنتخب بشكل عام يعني الاداء، التحركات، اللعب، الاداء التكتيك، كل ده مش موجود. يعني العشوائيه بتسيطر على الاداء، وحتى الجون اللي جه تلاحظ ان جون دفاعي من حجازي لعلاء للديفندر حمدي فتحي اللي هو لاعب الوسط المدافع يعني. فالاداء اللي جون بتاعنا مش موجود يعني. كمان يعني الحقيقه انا ليا ملاحظات على بعض اللعيبه، ولا اعرف سر التمسك بهذه النوعيه من اللاعبين، مع احترامنا وتقديرنا ليهم، لكن احنا بنتكلم هل اللاعب هذا ضيعت لمنتخب مصر؟ هل ليه بصمه مع منتخب مصر؟ هل ليه مردود مع منتخب مصر؟ اتحدث عن الكابتن محمد النني، وهو لاعب محترف وله كل التقدير وله كل الاحترام، ولعب في الدوري الانجليزي وقبله كان في الدوري السويسري، ومطلوب ربما من ميلان برقم كبير جدا قد يصل الى 14 15 مليون يورو. كل ده جميل، لكن ما هي بصمه محمد النني مع المنتخب حتى الان؟ تشعر ان اداؤه، وكل الخبراء الكره اكدوا ان اداؤه لا يتطور، لا يتقدم، ما تحسش ان هو عنده جديد، ما تحسش ان هو بيتطور نفسه، ما تحسش ان هو فاعل في المنتخب، ما تحسش ان هو له دور يصعب الاستغناء عنه. ورغم ذلك كل مدير فني بيختار، ورغم ذلك يتم الاختيار والاستقرار عليه. انا ما تعرفش، مش لاقي تفصيل. تعالى عند احمد حسن كوك، مهاجم منتخب ده، مهاجم منتخب مصر، شغلانه المهاجم ايه في كره القدم؟ ان هو يسجل اهداف. اول حاجه تسجل اهداف. لما مهاجم من فبراير 2015، فبراير 2015 اربع سنوات او اكثر من اربع سنوات لم يسجل اي هدف حتى الان مع منتخب مصر، رغم انه كان مع مستر كوبر، مع مستر اجيري، والان مع كابتن حسام البدر. كل المباريات حتى اللي لعبها وكل الفرص اللي خدها لم يعني لم يقنعنا انه المهاجم القادر على يعني انقاذ منتخب مصر، القادر على استغلال الفرص، حتى الفرص التي تاتي لا يتصرف فيها بشكل جيد يعني. هو الانتقاد للاثنين لعيبه دول بالتحديد لان هم لاعبين بقيمه كبيره في اوروبا، وبيلعبوا في انديه كبيره، وبيقدروا يحرزوا اهداف، ويقدروا يتالقوا يعني حسب كل مركز كل واحد يعني في الحقيقه. فاحنا كنا منتظرين منهم نفس الاداء اللي بنشوفه بره في بعض الاحيان، مش موجود، بنشوفه مع منتخب مصر مش موجود يعني للاسف الشديد مش موجود يعني. ففي لعيبه انت بتيجي ما بتعملش معاك حاجه خلاص يعني، يعني كفايه كده يعني، مش لازم يحجز مكان وياخد مكان ويكون موجود في التشكيل الاساسي وضاع عليك، ادي فرصه لاي حد تاني يعني. فده كلام مهم جدا. عموما لا نستطيع الان الحكم على تجربه الكابتن حسام، فهي تجربه اولى وده منطقي جدا طبعا للنني وكوكا باذن الله يكونوا، لا لا يا رب يكونوا من اعظم لعيبه العالم. انا بتكلم، وعلى فكره بره ممكن بيكونوا كويسين وبيأدوا بدليل الناس شايفاهم وبيلعبوا كويس، لكن مع منتخب مصر احنا مش شايفين لهمش بصمه ولا لمسه مفيده لمنتخب مصر. لما مهاجم يقعد اربع سنين ما يسجلش هدف يا جماعه، طب ايه المشكله يعني؟ طيب التجربه بتاعت الكابتن حسام البدري، لا لا طبعا، لا 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 خالص خالص خالص، لا تخضع على التقييم على الاطلاق يعني. الراجل محتاج وقته، محتاج فرصته، محتاج مبارياته، لما يحط فكره، لما يحط رؤيته، اللعيبه لما تتعود عليه، لانه جامع لعيبه من مختلفه يعني، هو مش بيدرب فرقه دلوقتي موجوده ولا الفرقه تحت ايده شهر واثنين وثلاثه يعني، ده يا دوبك قعدوا معاه 10 ايام وشكرا والدنيا خلصت. اعتقد ان مره واثنين وثلاثه ومباراه واثنين وثلاثه هيفهموا فكره ويفهموا طريقته ان شاء الله. لكن الكابتن حسام لن يستطيع عمل منتخب قوي بدون دوري قوي، صح. ولن يكون لدينا دوري قوي بدون دوري منتظم، ولن يكون لدينا دوري منتظم بدون عدالة وبدون تكافؤ فرص وبدون انتماءات وبدون ان كل واحد ياخد حقه في المسابقة وبدون تأجيلات. بالطريقة دي كابتن حسام بدري هيقابل نفس مصير مستر أجير. ما هو لو طبعا عدم انتظام مسابقة، وعدم هتقعد مش هتلعب، هيجيب منين اللعيب؟ بالظبط. الدوري هو يعني الملعب الأساسي للمنتخب الوطني. هو الهدف الاساسي من الدوري من المسابقه دي ان 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 تحصل على لعيبه دوليين، ويكون عندك منتخب قوي ومنتخب جيد ومنتخب مميز. لكن اذا فشلت في انك هتعمل دوري قوي خلاص يبقى ما عندكش كره قدم يعني. ليه الاداء ما كانش حلو قوي في اول مباراه استاذ اوسي بالنسبه؟ انا هعتبر ان لسه اللعيبه ما تعرفتش على فكر المدرب، ولسه المدرب ما قدرش يحط كل فكره وكل اراء نظر الا ضيق الوقت، ولسه الفرصه، ومتجمعين بعد فتره، ومتجمعين برضو من فترة كانت متذبذبة يعني. المنتخب كان متذبذبة، ما كانش ليه شكل وما كانش ليه شخصية، فما فيش حتى أسلوب نمشي عليه. فلسه الكابتن حسام بيجرب ويشوف، وأعتقد منح الفرصة لبعض اللعيبة لأول مرة تظهر مع المنتخب بتلعب مع لعيبة تانيين، فما فيش نوع من التجانس والانسجام بين اللعيبة. أعتقد أن معسكرات أخرى، مباريات أخرى، ستصنع نوع من الانسجام والتفاهم بين اللاعبين. هذا شيء طبيعي، زي ما شفنا منتخب كابتن حسن شحات، كان في وصل لمرحلة من التفاهم والانسجام، إن اللعيبة كانت حافظة بعضيها وكانت بتلعب كرة جميلة وبسلاسة يعني. عمرنا ما شفنا
الحقيقه يعني دي ازهى واعظم مراحل أكيد كرة أكيد القدم في مصر الفترة اللي كان 2006 و8 و10 تحت قيادة الكابتن حسن شحاتة، الرمز الزملكاوي المحترم أكيد النقيب له كل التقدير والاحترام يعني. أكيد. في المقابل بتاع اتفضل. المنتخب الأولمبي. اه ما انا كده ده اللي كنت عايز اسالك فيه، المنتخب الاولمبي يعني احنا مثلا بنقول المنتخب الاول ده اول مباراه كانت عشان النادي، لكن المنتخب الاولمبي كابتن شوقي غريب وجهازه الفني بقى لهم سنتين تقريبا لعبوا عدد كبير جدا من المباريات الوديه نعم عشان يستعدوا لبطوله الامم الافريقيه عشان تمام يتاهلوا باذن الله لاولمبياد طوكيو. تمام. هل متفائل باللي انت شفته من خلال التجربه الوديه امام جنوب افريقيا اللي كانت مذاعه للناس شافتها، ولا رايك ايه؟ اللي انا شفته ايوه اللي انت شفته. للاسف اللي انا شفته ما بيدعوش لي خالص للتفاؤل، خالص خالص للتفاؤل. يعني ممكن البطوله تتلعب عندنا ونتخطف وما ناخدش اي مقعد من مقاعد الثلاثه اللي هو ممكن مرشح ليه. طبعا هو انت المستوى اللي انت ظهرت بيه قدام جنوب افريقيا في المباريات اللي انت لعبتها ده يعطيك نوع من الامن انك لديك منتخب بصراحة قوي لا قادر على الحسم. انت بصراحة اخر مباراه يعني ركله جزاء اللي كسبان بيها الماتش، وغير كده كانوا مستحوذين عليك ومسيطرين عليك وهم الافضل منك بدرجه كبيره جدا. ما شفناش حاجات بتتلعب، ما شفناش فكره، ما شفناش جمل، ما شفناش شكل للمنتخب، ما شفناش شخصيه المنتخب المصري. بالرغم من ان هذا المنتخب يضم بين صفوفه عدد كبير جدا من مواهب الكره المصريه فعلا. اللي هم هيروحوا يحملوا رايه المنتخب الاول فعلا. وكلهم لاعبين اساسيين في 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 الفرق بتاعتهم يعني. فطبعا ان يكون عندك كل هذا الزخم من اللاعبين، ان يكون عندك كل هذه المواهب وتقدم لي صوره مهلهله بهذا الشكل ومنتخب بلا شكل بلا نوع بلا خطه بلا شخصيه بلا بصمه بلا اسلوب هجومي بلا اسلوب دفاعي، مفيش وسط ملعب كويس، مفيش. طبعا ده يخلينا نخاف كتير جدا على المنتخب الاولمبي وهو يلعب في احضان المحروسه الشهر المقبل علشان يروح الالعاب الاولمبيه. اعتقد دي فرصه كبيره جدا ومهمه جدا ان احنا نتاهل. هو احنا ممكن نعيش كابوس تاني زي الكابوس اللي عشناه في امم افريقيا اللي كانت المنتخب الاول هنا في مصر؟ ليه لا؟ ليه لا؟ تبقى مشكله كبيره والله. نتمنى طبعا ان ده يحصل، احنا ما نتمناش ده، احنا نتمنى منتخبنا يطلع الاول بجداره، مش الثاني ولا الثالث، يطلع الاول بجداره ويتاهل الى الالعاب الاولمبيه اللي غبنا عنها لدورات طويله. طب يعني اسباب الظهور بالمستوى ده ايه يا استاذ اوسي رغم عدد المباريات الوديه اللي اتلعبت مع الجهاز الفني ده ورغم تواجد عناصر مميزه جدا من اللاعبين بيلعبوا دوري كده ممتاز كده ايه الاسباب يعني؟ كده الجهاز الفني. الجهاز الفني طبعا المفروض الجهاز ده، ما انت اصل انت يعني لما بنتكلم عن كابتن حسام فدي اول مباراه واول تجمع واول لقاء واول تجربه. الجهاز الفني بقياده الكابتن شوقي غريب مع المنتخب بقاله فتره طويله جدا زي ما بتقول سنتين، لعب عدد كبير جدا من المباريات جوه مصر وداخل مصر وخارج مصر، المفروض تبقى خلاص استقريت على الشكل والخطه والاسلوب. انت مش جاي دلوقتي تجرب ولا تحط لعيبه ولا تغير 17 لاعب جرب. يعني هو انا بندهش انك انت بتجرب قبل البطوله بايام يعني. طب في السنتين اللي عدوا دول بنعمل فيهم ايه؟ الحقيقه احنا بنتكلم كلام لمصلحه مصر لمصلحه المنتخب. واحنا بتربطنا علاقات طيبه، الكابتن شوقي فوق راسنا وصديق عزيز جدا وراجل نحترمه واكيد هو بيحترمنا، لكن احنا بنتكلم في حاجه نقديه. اين شخصيه المنتخب الاولمبي؟ انا بسالك كابتن شوقي يعني فين دورك ودور جهازك الفني في ايه الشكل اللي بيلعب بيه منتخبنا؟ ايه الخطه اللي بيلعب بيها؟ ما هذا التواضع البدني وهذا التواضع الفني وهذا التواضع التكتيكي موجود في الملعب؟ مش شايفين كل ده خالص في الملعب. الحقيقه المنتخب شكله يدعو للحزن يعني. انا يعني مش مطمن، لكن مش هقول مش متفائل، امل يظل دايما كبيرا أكيد يعني أكيد باذن الله. وهنكون على ارضنا والجمهور وفي المباريات الرسميه الدوافع والحافز بتبقى اكتر والكلام والتحفيز كل ده كلام جميل جدا، بس اذا يعني فقد الشيء لا يعطيه. ما لم يكن عندك شيء وعندك فكر وعندك رؤيه وعندك مخزون بدني وعندك اداء بدني ولاعب مباريات وديه كتيره جدا ومستقر على شكلك، انت المفروض بتحفظ اللعيبه خلاص في الوقت ده. انا بص اللي ظهر ده ان كابتن شوقي ما استقرش حتى على التشكيل يعني لغايه دلوقتي. هتقول لي مد الناس فرصه، المفترض ان حضرتك اديت الناس فرصه، فرص كتيره جدا. صح. مستقر دلوقتي على 10 11 12 13 4 15 لاعب مستقر عليهم، وان ده هيكون تبديله كويسه وان ده هيقدر يلعب وده اساسي وفي لعيبه مش هتطلع من الملعب، المفروض الامور ده منتهيه يعني تماما يعني. فنتمنى ان الوقت القصير المتبقي يستطيع كابتن شوقي غريب ان يلملم اوراقه وان يعيد التوازن للمنتخب ان شاء الله، وكلنا نصيب في حجز تذكره من التذاكر ان شاء الله. نتمنى له كل التوفيق في الحقيقه يعني. لكن برضه هو سؤال بيطرح نفسه يا استاذ اوسي يعني، كابتن شوقي غريب الانجاز الوحيد اللي عمله وطبعا انجاز كبير جدا الفوز بالبرونزيه كاس العالم 2001. الفكر الكروي
في 2001 من 20 سنه تقريبا يعني، بيختلف عن الكوره دلوقتي والتعامل. يو يا عم امير كتير كتير جدا، مفيش مقارنه خالص بالكوره من 20. انت بتتكلم عن كره قدم من 20 سنه لكره القدم دلوقتي. اصل في بعض يقول لك اصل السي في والكابتن شوقي غريب جاب برونزيه. لا ماشي، السي في ده يعني السي في انت عامل مراحل، يعني السي في ده مرحلتك كلها دلوقتي. لما تيجي تتكلم على مثلا امير اعلامي السي في بتاعه، وبالمناسبه مبروك الجائزه التميز الله يبارك فيك يا استاذ. اه والله نسينا ان جائزه تستحقها يعني. مبسوط بيها جدا. انا عايز اشكر طبعا جمهور النادي الاهلي، لان ده دايما بيبقى داعم، واي حد بيبقى محظوظ ان هو يكون متواجد وبيشتغل داخل اي حاجه بتنتمي للنادي الاهلي. وطبعا القناه يعني بنهنيك وبنهني فريق الاعداد الحقيقه، ناس محترمين وعاملين شغل طبعاً. البرنامج عامل شغل كل انه يفوز بالمركز مميز وياخد جائزه التميز الرياضي اللي بتقدمها وزاره الشباب والرياضه، ودي جائزه رسميه، فده شيء مهم جدا يعني. فبقول مثلا لما تيجي تتكلم على سي في مثلا لامير، امير مع اهله كذا، حصل على جائزه كذا، قدم برامج كذا، عمل كذا، كل ده مش هاجي اقف عند خد البكالوريوس سنه انت صغير طبعا لسه 2010 خد البكالوريوس سنه 2010 اقول اه ده كان مميز جدا ناخد البكالوريوس امتياز في 2010. طب ما بعد 2010 حصلت 9000 حاجه ثانيه، ومفروض طور نفسه وقدم نفسه طبعا، وخد دراسات والدنيا اختلفت تماما. تطوير دي جزئيه، تطوير التعليم التدريب ده علم كبير جدا وعلم غدير جدا، ومفروض تتابع على كل الدنيا. ودايما الناس بيفاجئونا بخطط وبالعاب وبافكار وبتاع، زي ما مستر فيرال شفنا بيعمل ايه في كره القدم. اعتقد بيقدم لنا طبق جديد، طبق كروي جديد جدا ممتع كده، شهي ولذيذ كده، نستمتع بيه واحنا بنشوفه ده يعني. فوحشنا بصراحه، وحشنا والله يعني العظيم، والله العظيم وحشونا يعني الاهلي وحشنا، عايزين نستمتع باداء الاهلي. بالعكس انا كنت خايف مثلا على لاعب زي رمضان صبحي، كان وصل لمرحله عاليه جدا. شوف رمضان صبحي مع الاهلي ايه، شوف رمضان صبحي مع منتخب الاولمبي، طب ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ صح، برافو عليك. انا خايف لحتى رمضان يكون نسي اللي اتعلمه في الاهلي. لا مع كل طبعا يعني الاحترام طبعا طبعا الكابتن شوقي غريب والدعم، وهنفضل نسانده وندعمه طبعا، ونتمنى له التوفيق يا رب وباذن الله يقدروا ان هم يحققوا لنا المراد ونتاهل لاولمبياد طوكيو 2020، وباذن الله نفوز بالبطوله كمان دي على ارضنا يعني وسط جماهيرنا يعني. ان شاء الله كابتن شوقي يظبط الامور ويعالج كل الاخطاء والسلبيات، واعتقد ان فرصه اخيره ليه باذن الله. وكابتن شوقي ابن بلدي مصري اصيل محترف جدا، ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله، ويفرحنا ويفرح الجمهور المصري في كل مكان ان شاء الله يعني. في خبر كده قدامي اللي هو من يوم السابع بيتكلم عن المنتخب الاول بالتحديد، هرجع له بس في الخبر ده، بيقول ان المنتخب يتواصل مع كهربا قبل اعلان قائمه مباراتي كينيا وجزر القمر. مدى اهميه لاعب زي كهربا مع منتخب مصر، وخصوصا الكابتن حسام البدري يعني مقتنع جدا بالكهربا ويرغب في ضمه للمنتخب، وهيتابعه خلال فترته الجايه مع نادي البرتغال. طبعا المنتخب مصر محتاج لكل المواهب يعني، اذا كان كهربا يلعب بشكل منتظم وهم متابعين وبيتفرجوا على المباريات ووصل لمرحله فنيه وبدنيه مميزه مع الفريق البرتغالي الذي يلعب له، فطبعا كهربا اضافه وكان مهم جدا، وشفناه يعني اخر فترات توهجه مع المنتخب كان في افريقيا 17، كان لاعب قوي ولاعب مميز لعب كبير، وكان ليه بصمه وقدر يعني يساهم بدرجه كبيره جدا في وصول المباراه النهائيه. فنتمنى ان حد زي كهربا يرجع بشكل قوي وشكل مميز ويلعب ويرتدي ويدافع عن الالوان المصريه يعني. احنا اللي يهمنا بالدرجه الاولى ان اللعيبه اللي في الاهلي واللي في الزمالك وفي كل حته ان يدافع عن منتخب مصر، يكون عندنا كره كويسه وكره مميزه، وان احنا ان شاء الله ننافس على كاس الامم الافريقيه المقبله ونفوز بها ونتاهل الى المونديال ونظهر بشكل كويس في المونديال، ده اللي بيعبر عنا ككره قدم طبعا اساسي. عايز اختم برساله اتحاد الكوره. رساله اتحاد الكوره يعني عد الى صوابك، التزم بما اعلنته، توقف عن هذه الاداره العشوائيه للمباريات يعني، استمع لصوت العقل و يعني دير المسابقه بشكل عادل وبشكل يكون فيه تكافؤ فرص بين الانديه، ده اهم حاجه لنجاح المسابقه. غير كده ابعد الانتماءات خالص عن اي حاجه، مهم قوي مهم، ابعد الانتماءات خالص عن اي حاجه، واشتغل بس لمصر وللكره المصريه وللدوري المصري، وان شاء الله ربنا يوفقكم في اتخاذ القرار السليم، ونتمنى ان تخرجوا من هذا المأزق الذي وضعتمونا جميعا فيه يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، نتمنى لهم ان هم يقدروا يعالجوا كل هذه الامور. يا استاذ اوسي نورتنا وشرفتنا، كنت سعيد جدا بتواجدك معانا. ربنا يخليك يا امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهديك في كل مكان. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا، حلقه الخميس من كلام في الميديا. بكره احنا اجازه، ويوم السبت هنكون معاكم طبعا، مفيش ماتشات بالنسبه للنادي الاهلي، فهنكون معاكم يوم السبت الجاي ان شاء الله، ونواصل اخبارنا وتغطيتنا لكل ما هو جديد يخص الكره المصريه بشكل عام، ويخص بالتحديد كمان نادينا الحبيب النادي الاهلي. استنونا يوم السبت ان شاء الله في حلقه جديده من كلام في الميديا. الى اللقاء.